السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اتفضل. من فضلك يا شيخ، أنا شغال مدير حسابات في شركة استثمارات مختلفة، ففي بعض الاستثمارات فيها حلال وفي بعض الاستثمارات بحس إن هي فيها شبهة أو ممكن تكون حرام. من نوع الاستثمارات مثلا تسويق عقاري او استثمارات عقاريه، او يعني هي استثمارات كتيره جدا. اللي انا خايف منه بس ان في شركه من الشركات دي شركه تسويق، وبيعملوا بينظموا المعارض والفعاليات وكده، فانا ببقى مسؤول ان انا اعمل الفواتير والمصروفات وبسجلها. فهل انا عليا اسم في اي حاجه؟ لان الانشطه عندي مختلفه كتيره جدا. يعني عملك ايه بالضبط؟ الله يستر عليك. انا مدير حسابات الشركه، هي الشركه عندها انشطه كتيره جدا، فانا مدير حسابات لكل الانشطه الاستثماريه. طيب في انشطه محرمه فيها؟ محرمه حرفيا لا. طيب خلاص، استمر في عملك واتق الله ما استطعت، وان شبت مالك بالصدقه لا باس لاية شائنه تراها تشين عملك. حاضر. السلام عليكم.